السلام عليكم. لو انت عايز تعمل سيلكت بطريقه احترافيه بتيجي هنا في الهوم، بتلاقي في سيلكت ممكن تقول له سيلكت اول، وبعد كده تقدر تحذف الحاجات اللي انت مش عايزها من خلال ان انت تدوس على شيفت، او ممكن تقول له سيلكت وتقول له سيلكت باي 5 وتقول له مثلا عايز اعمل سيلكت مثلا على العناصر المعينه، مثلا الحاجات الجروب بس. تمام، يعني هقول له انا عايز اعمل سيلكت على شيل الصور وشيل كل حاجه، واقول له اوكي وابدا اعمل سيلكت، هو يبدا يعمل سيلكت على الحاجات اللي خاصه بالجروب مثلا، او اريا سيلكت. اريا سيلكت ابدا اعمل سيلكت على الاجزاء، هو الجزء بس اللي هيقع كله جوه اللي انا عملته هو بس اللي هيجي معايا. ممكن اقول له ليزو سيلكت بحيث ان انت ترسم بالشكل دوت، بحيث لو عندك جزء صعب شويه تقدر تعمل سيلكت عليه من خلال الامر دوت. مثلا عايز تعمل سيلكت تبدأ تعمل سيلكت كده، يبدأ يختار لك الباب مثلا.